بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. شرحنا لهذا اليوم هو لبرنامج أو تصميم بعض الشخصيات وحركاتها بواسطة هذا البرنامج. ما نحتاجه اليوم، طبعا تستطيع تصدير العمل إلى برامج 3D مثل برنامج المايا وبرامج سينما 4D، وما يهمنا اليوم هو تصدير العمل إلى برنامج الآي كلون عبر برنامج 3D إكسشينج، ومن ثم إلى الآي كلون. واجهة البرنامج بسيطة أعزائي أحبتي في الله، من هنا هنا لحفظ العمل، وهنا لاستيراد العمل، وهنا لتصدير العمل. هذه الأدوات التي ترونها الآن هي لتحريك الشخصية كاملة، أي بالتضليل من هنا، بعملية التضليل من هنا تستطيع بهذه الأدوات تحريك العمل، تحريك الشخصية ودوران الشخصية من هنا أعزائي. أما هذه الأدوات فهي لتحريك أجزاء الجسم، أي إذا كان قد تم تحديد الشخصية من هنا تستطيع من هنا كما تلاحظ تحريك أجزاء من الشخصية، أو من هنا دوران جزء الشخصية كما تلاحظ، كما تلاحظون أعزائي. وهذه الأداة من هنا لإعادة الشخصية إلى وضعها القديم. يبقى لدينا هنا إضافة شخصية، وهنا هذه المربعات، مربع ودائرة والأشكال الأسطوانية والكبسولية التي ترونها الآن، هي لعمل حركة إما تطبيقها على الشخصية أو تطبيقها هنا، كأن تقوم بعمل سيارة مثلا تنفجر تطير إلى الهواء وهكذا، سنقوم بشرحها فيما بعد. وهنا مربعات لتقوم بتصميم نماذج وتطبق عليها الحركة. هذه الأداة التي ترونها مهمتها تطبيق بعض البيهيفرز أو التصرفات، تصرفات الشخصية كما ترى هنا مثلا موجودة هنا بالضغط على هذا السهم الذي ترونه، موجودة عدة تصرفات للشخصية مثل أن يسقط إلى الخلف، يسقط إلى الأمام وهكذا. هنا قفل الشخصية مثلا لتطبيق حركة على شخصية أخرى، وهذا السهم عندما نضع هذا السهم كما ترونه هنا، عندما نضع هذا السهم في وضعية إلى الأمام إلى الخلف يسقط إلى الخلف، إلى الأمام يسقط إلى الأمام، إلى الأعلى يرتفع إلى أعلى، وإلى أسفل يقوم بالسقوط إلى أسفل. لنحاول التطبيق الآن مثلا هنا، إذا وضعنا السهم هكذا للأعلى ومن هنا ضغطنا يقوم بتطبيق الحركة اللي هي ستكون إلى الأعلى بعد ما نحدد هنا. ترون أعزائي تحرك باتجاه السهم إلى أعلى ثم يقوم بالسقوط. طبعا هنا الآن نريد أن نطبق حركة ونصدرها إلى برنامج الآي كلون عبر الإكسشينج. نستورد الحركة من هنا. قبل أن نستورد الحركة أعزائي نقوم بعمل جديد هنا، عمل جديد، ثم نقوم باستيراد الحركة. الحركة تجدونها
طبعا أنتم تعلمون أنه داخل البرنامج هناك 3 ملفات رئيسية، اللي هي هذه الملفات Resources Bin Application. هذا الملف هو الذي يعنينا، يحتوي على الانيميشن والبيهيفيرز، اي الحركات والتصرفات والشخصيات وما الى ذلك. ما يهمنا الان اليوم في درسنا الملفان اللذان امامكما الان، هذا الملف وهذا الملف، هما بصيغه FBX. نحن نريد ان نطبق حركه، فصيغه الحركه كما تعلمون هي في هذا الملف BVH. BVH هي صيغة الحركات. نفتح الملف فنجد الملفات الآتية، نقوم باستيراد أي ملف نريده. مثلا هنا نختار هذه الحركة Open، ومن هنا OK. الآن تم استيراد الحركة كما تشاهدون، هذه هي الحركة تم استيرادها هنا. نرفع الشخصية المظللة حاليا من هنا، نظلل الشخصية ونقوم برفعها قليلا للأعلى. طبعا هذه الشخصية التي في الأعلى لا تعنينا الآن، نطبق فقط على هذه الشخصية المظللة. الآن تم استيراد الشخصية. الشخصية كما ترون هنا هذا ما يشبه التايم لاين، بقدر ما يكون كبير يعني أن الحركة مكررة. ولكي نقوم بجعل الحركة سريعة نستطيع أن نسحب من هنا إلى هنا مثلا، ونسحب هذا السهم إلى هنا لتصبح الحركة غير بطيئة، وكلما صغرت كلما زادت سرعتها. نطبق الآن، وضروري جدا أن لا نقوم بالتصدير فورا، يجب علينا أن نجعل الحركة من هنا تكون هنا في هذه المساحة، لأنه سنقوم بالتصدير من هذه المساحة تصدير الحركة. نضغط هنا للمعاينة. طبعا ستجد عزيزي أن الحركة ستكون بطيئة هنا كما تشاهد. يقوم بتمرير الكرة هنا، إذا أوقفت المؤشر إلى هذا الحد سيقوم بتصدير فقط المساحة الموجودة لدينا هنا. وبقدر ما تترك مؤشر التايم لاين يسير إلى الأمام فسيقوم بتصدير المساحة التي صار بها هذا المؤشر. ننتظر إلى أن الشخصية تأخذ أبعاد حركتها كاملة حتى نقوم بتصديرها. هنا نتحكم بالسرعة، نستطيع أن نجعل الحركة أسرع بتصغيرها قليلا من هنا. هذا أو هذه هي الشخصية، تقوم أيضا بإعادة الحركة. نحن لسنا في حاجة لأن نعيد الحركة مرتين، فننتظر إلى هنا ثم نوقف العمل ونقوم الآن بالتصدير. هنا هذه هي أداة التصدير Export، نضغط عليها، نقوم بالضغط عليها ونقوم بتسمية العمل بعد أن نحدد الصيغة من هنا، وهذا مهم جدا. BVH هنا نحدد الصيغة، ثم نقوم بتسمية العمل نقوم بتسمية العمل لنسميه مثلا لنقوم بتسميته مثلا سوني. سوني 1، ونحفظ العمل هنا. هنا نضغط على OK. الآن قد تم تصدير العمل. نقوم بفتح برنامج
3D Exchange من هنا، ونكون قد أكملنا عملنا في البرنامج هنا. هذا هو برنامج 3D Exchange، نقوم من هنا Open باستيراد العمل. الحركات الأولى Open، ملف نستورده، نجد أمامنا نموذج الحركة. هذا هو نموذج الحركة، ترونه أمامكم. نضغط هنا لنرى الحجم الحقيقي لشخصيات الأيكلون، ليسهل علينا عملية التحريك. كما تشاهدون العمل الآن، نضغط هنا لتختفي هذه الإشارة، ونقوم بتقريب العمل حتى نستطيع أن نعمل عليه بكل راحة. هكذا جيد. نضغط الآن على موديفي، نضغط الآن على كاركتر، convert to non-standard. ثم نقوم بتطبيق العظام هنا. حتى يتم تطبيق الحركة على النموذج. وال3D Max وهكذا. نلاحظ أن الدائرة الآن أصبحت خضراء، أي أن العمل جاهز لتطبيق الحركة. من هنا من أكتيف نختار أي حركة، ونضغط على Preview. نلاحظ طبعا تجد الأمور هاي موجودة ولكنها لا تؤثر على اللي. ومن هنا Convert، نضغط OK بعد أن قمنا بعمل Convert. ثم نحاول معاينة الحركة، نجد الحركة هنا في Motion Library، هاي هي. نقوم بتظليلها، تظليل الحركة. نضغط على Modify ونعاين الحركة من هنا. نعم، توجد هنا حركة. Stop. أوكي. نعم، الآن أعزائي نخرج من هنا، نظلل الحركة هنا Motion Library، نظللها ونقوم بفتح برنامج الآيكلون. نظلل الحركة الموجودة هنا ونفتح برنامج الآيكلون. ها هو أعزائي أحبائي في الله برنامج الآيكلون. نختار الشخصية من هنا، نقوم باختيار شخصية من أكتر. لتكن لاعب كرة القدم هذا. اخترنا الآن الشخصية، نذهب إلى 3D Exchange ونضغط على Apply to Icon. Apply to Icon بعد أن حددنا الحركة من هنا، ونذهب إلى Apply Icon الموجود تحت مربع Motion Library هنا. بمجرد الضغط على Apply to Icon تنتقل الحركة على الفور إلى الأنيميشن هنا كما تشاهدون. الآن نقوم بتجريب الحركة. الآن عند تطبيق الحركة نشاهد أو نتابع الحركة الموجودة.
نجد أن الحركة قد انتقلت إلى البرنامج. إلى هنا أعزائي نأتي لختام درسنا لهذا اليوم. موعدنا في درس قادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.